لما نتكلم عن الببرونة البلاستيك، الببرونة البلاستيك هي لازم يكون فيها مواصفات أساسية. يعني أول مواصفة إن هي تكون مصنوعة من البلاستيك الغذائي اللي هو الفود جريد بلاستيك. فلو إن مادة البولي بروبولين بلاستيك دي مادة ثابتة كيميائيا ولا تتفاعل مع الأغذية المختلفة للأطفال باختلاف البي اتش بتاعتها، لقوا إنها كمان خفيفة الوزن غير قابلة للكسر، ولكن في منها جريدز كتيرة جدا بتتوقف على درجة الشفافية والقابلية للتعقيم أو للغليان. احنا برضو مش عايزين نربط نقطة التعقيم بالغليان، لأن في وسائل كتيرة جدا لتعقيم الببرونة غير الغليان. احنا كبابلز كببرونة بابلز اخترنا مادة البولي بروبولين الفود جريد، دي مادة معتمدة دوليا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ومعتمدة من الهيئة الأوروبية، ومعتمدة من جهات كتيرة جدا عالمية، إن هي تقدر توصل الغذاء للأطفال بطريقة آمنة وبدون أن تتفاعل مع هذا الغذاء. تاني حاجة، الجريد نفسها اللي احنا اخترناها لنصنع بيها ببرونة بابلز هي عالية الشفافية، فبتساعد الأم إنها تقدر تشوف إيه اللي داخل الببرونة دي وتقيم الغذاء اللبن أو العصير أو أي حاجة سائلة هي بتقدمها للبيبي. تالت حاجة، إن هي طبعا ثابتة كيميائيا ولن تتفاعل مع هذا الغذاء. الأهم من كده بقى، النقطة المهمة جدا بالنسبة للبوبرين، هو قابل للغليان لدرجات معينة وقابل للتعقيم، فالأم تقدر تحطها في الفريزر، تقدر تحطها تغليها في مية، تقدر تحطها في المايكرويف في الجهاز الخاص بتعقيم البيبرونات.